هسه عندي وين المقاومة تكون هسه بعد مثلا يا الله نسيتي ايه. هاي عندي مقاومة وين هالمقاومة هاي اللي ثبت مقاومة هاي المقاومة مش عندي بيها دايود الموجب والسالب هذا الموجب هذا السالب واضحة سالب طرف رصاصي حلو اي اي هذا السالب موجب سالب بس انا ربطت الدائرة هسه نجي نربط المصدر موجب المصدر وينه هذا المصدر مالتنا هذا المصدر مصدر الاي سي فانكشن جنريتر اسمه هذا السالب وين صار السالب مع سالب الدايود بس هاي كملت الدائرة اجي اشوف مالتي طبعا هذا المصدر مربوط هنا هذا شانل 1 موجب سالب شانل 1 وين يصير الطرف الموجب مالته ويا المصدر وين هذا المصدر مالتي هذا السالب السالب اسرك بالسالب المرة هاي اشتغلنا عليه ما الجهاز ما يقرأ يعني ما يقرأ هذا واحد كيلو شوف هيك شيء منا العرض موجود تغيير ايه. هسه شبيها أول ما شغل الجهاز تطلع مثلث الموجة منين تحي منا منا طيب منا صير سايد مثلاً قيمة أقول لك أنا أريدها قيمة تغيرها منا من تمام والمربع يقرأ 1 فولت منا تغير بس مثلاً هاي أدي أحسبها شقد هسه هسه هوا والله 2.5 لا 3 لا كل مربع يقرأ شقد 1 أصفر واحد. كل من إله 1 2 شوية تقريباً 2.1 بالعشرة 2.2 بالعشرة هسه انا بدي احس التاي منها تغيرها من هناك تمام هاي تقريبا صارت 6 1 2 3 4 5 6 6 هذا شنو هذا هذا البوزيشن مال هاي المربعات دقيق انا افتو هذا وين اخلي الاوتبوت مالتي على الاوتبوت من هنا الاوتبوت طرفي الاوسيلوسكوب تتخلى من هنا إذا موجب الأوسيلوسكوب منا وسالب الأوسيلوسكوب منا وين موجب الأوسيلوسكوب هذا وين هاي النقطة؟ هنا عندك من هاي إيه. الثاني بالسالب مو؟ إيه الثاني بالسالب شوي تاكل ما طلعت هذا شو يمكن؟ مو مرات هذا الجهاز ست لا هذا شلون ما يشتغل دقيقة هسه قرا مو هسه طلع لي قطع جزء الموجب بقى السالب صف شانل 1 لا تريد تشوف هذا الاوتبوت اي هذا الاوتبوت شغل هذا الاوتبوت هذا البوزيتيف كليبر بس تقلب الدايود تسوي ايش اسمه نيجاتيف بس الدايود تقلبه بس الدايود نيجاتيف هذا النيجاتيف نيجاتيف